السلام عليكم، يعطيك العافية. بدنا نحكي عن منتج وصلنا كتير جديد، هو الهيون HS64. هذا الجهاز بيستعمل المعلم عشان يشبكه بالكمبيوتر USB ويكتب فيه على الشاشة زي ما انتو شايفين. هلأ بيجي معه كمان قطعتين أدابتر عشان أشبكه بالموبايل، وبيجي معه اكسسوار عشان أغير التب تبعت القلم وأقدر أستعمله لفترة أطول بكتير. القياس تبعه مناسب كتير للمعلم وللطالب، والكرتونة بيجي فيها الكيبل، اليونت تبع نفسها تبعت الكتابة، الكونكترز تبعون التليفون، وكمان الهيدز للزيادة عشان يضاين معاي لفترة كتير طويلة. ممكن نشوف الدرايفر لو سمحتي. الدرايفر بخليني أحدد كل كبسة على القلم كيف شكلها وإيش بتعمل، وكمان في شورت كاتس على الجهاز نفسه عشان أقدر أدخل على ملفاتي بطريقة أسرع. شورت كاتس موجودة فوق، ممكن أنا أكبس عليها عشان أحصل على الأوامر اللي أنا بدي إياها. والقلم كمان إذا بنطلع عليه جودته كتير عالية، مواصفاته ممتازة، وفيه بريشر سنسر يعني بيقدر يحس على ضغط القلم على نفس اللوحة. نتمنى ينال إعجابكم. موجود على الأونلاين ستور وموجود عندنا بالمعرض، تقدروا تزورونا وتيجوا تجربوه وتشوفوا.